إلى أسواق الطاقة، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بواقع 19 سنتا ليبلغ بذلك مستوى 87 دولارا و14 سنتا للبرميل، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. أما عالميا فقد تراجعت أسعار النفط نحو 1% وسط مخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام بفعل قوة الدولار، وسط بيانات اقتصادية سلبية من مناطق متفرقة حول العالم. هذا وقد زاد الخامان القياسيان نحو 3% خلال تداولات الأسبوع، مقارنة بزيادة بلغت 4% خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إمدادات المنتجات ارتفع قرابة 2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع إلى أكثر من 21 مليون برميل يوميا.